عملية جديدة في عدن تضاف إلى قائمة العمليات التي شهدتها المحافظة منذ أن تحررت من قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي. عمليات تقويض الأمن في المدينة مستمر ولم يتوقف، فيما جهود السلطة المحلية لمواجهتها لم تتوقف أيضا في مهمة تعد الأصعب أمام المسؤولين في المدينة. 5 جنود قتلوا وأصيب آخرون في تفجير جديد استهدف تجمعا لهم في مديرية الشيخ عثمان شمالي المدينة. المصادر الأمنية تقول أن انتحاريا فجر نفسه مستهدفا الجنود الذين كانوا على متن حافلة عند حاجز أمني في محيط ملعب 22 من مايو القريب من جولة سوزوكي. يأتي هذا بعد أيام من اغتيال الأمين العام للمجلس المحلي في المنصورة وكذا ضابط متقاعد في حي الممدارة في ذات المديرية. كل ذلك يجعل الملف الأمني في المدينة يتصدر التحديات التي تواجهها، خاصة بعد عملية اغتيال المحافظ السابق جعفر محمد سعد ومحاولة اغتيال المحافظ عيدارس الزبيدي ومدير الأمن شلال شايع، وهو ما يضع الكثير من التساؤلات مع استمرار تلك العمليات رغم مواجهتها.